السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي، مرحبا بكم من جديد في قصر الفخامة، ولكم مني كل الاحترام والتقدير. حلقة أخرى رائعة على العطور الرائعة كما العادة. أول مرة غيشوف المحل في الدار البيضاء، عين الشوق، شارع أمقالة، داخل سوق ياسمينة، رقم المحل 23 أ. توصيل خارج كازا 40 درهم، داخل كازا 20 درهم، والدفع عند تسليم. ومرحبا بالجميع، ديما كنأكد لكم الدفع عند تسليم، تيوصلك لاكوموند ديالك عاباش تخلص. وهذا الشيء دائما لإرضاء العملاء ديالنا والإخوة ديالنا. عطور رائعة، غير هو خوتي غادي نحاول غنزرب الضغط بزاف والوقت سبحان الله المستعان. نتوما راه كاملين كتلاحظوا هذه المسألة هذه ديال الوقت، كاملين كنشكر بالزربة يأذن الظهر العصر المغرب العشاء، الله المستعان. فيديو راكش باغي نحطو لكم إخوة بزاف كيسولوا الدراري ديال كازا، الاخوه والاخوات راه كيستافدوا، ولكن اللي خارج كازا خاص ضروري ندير لهم فيديو. لهذا قررت ندير هذا الفيديو هذا، حيت كاين عروض عطور اللي ساهل فيديو والف فيديو. لهذا دائما قصر الفخامه التميز، ودائما كيحاول يجيب لكم احسن العطور. الحمد لله كاينه تشكيله اللي داخله في السلعه، دخلها الحمد لله، ومازال كاينه سلعه اخرى ما عرفتش واش الحمد لله. الناس اللي كيدخلوا السلعه سمعوا، حيت كنت قلت واحد الكلام في واحد الفيديو، المهم راه برعونا سلعه الله يجازيهم بخير. هادشي اللي غنقول لهم، ومازال كاين الحمد لله سلعه اخرى، وكاين داكشي اللي بغيتو، وباقي شي عطور تحت المراجعه، باقي شي عطور تحت المراجعه. المهم غنتوكلوا على الله عز وجل، غادي نمشيو لامبيريال. امبيريال العطر الرائع، وخانايا قنينة ما متفقش معاهم فيها، نتوما كتعرفوني انايا شويه قنينة. هذا عطر رائع، باكاجين كيف ما كتبغيو، انا ما كيهمنيش، كيهمني العطر. العطر رائع، هو العطر قريب لعطر قصه، شو قلت لكم غنزرب، ولكن كما كنقولوا ما فمي كياكلني ضروري ما ندوز. عطر رائع صراحه، هو كيحاكي عطر قصه رائع. امبيريال عطر رائع، عطر شوفوا باش تكونوا متفقين، النيش تقريبا هادو كاين عطور هنايا الاكثريه داروهم على النيش. النيش عطور غامضه، عطور ما مولفهاش نيفك، عطور اللي الا بغيتي تتعلم ليها هما عطور رائعه. كاين عطور سهله وكاين عطور صعيبه، كاين عطور صعيبه حمديات، كاين غريف فروت، كتحس بازهار. عنبر، عود، نجيل الهند ايضا مع المسك. عطر رائع صراحه، امبيريال من العطور الرائعه اللي تارت انتباه ديالي صراحه. وعطر قصه راه دار واحد الضجه، كلشي كيعرفوا. بالنسبه للثمن ديال امبيريال، باش نزربوا شويه كما قلت لكم، حيت كاين شي ناس كيتسناو فيا، امبيريال من العطور الرائعه، والثمن في قصر الفخامه حتى هو اروع. الثمن في قصر الفخامه اروع، امبيريال حاليا في قصر الفخامه 300 درهم، امبيريال 300 درهم ثمن راه جد مناسب مقارنه مع السوق والشيء اللي واقع. وكما قلت لكم الحاجه اللي كتكون غاليه راه بلا ما نحاول نشرح لكم راه زايده، راه زايده. والحاجه اللي كتكون بثمن زوين بثمن زوين، ولكن عطر يستحق بالثمن ديالو 300 درهم، عطر امبيريال عطر رائع ويستحق هذا الثمن. هذا غنمشيو لعطر رانا، عطر رانا نسائي رائع. وكما قلت لكم باقي شي عطور تحت المراجعه بحال لي جوكر، حتى هما راه كاينين سويتش، غير تسناو الاخوه، راكم عارفيني انا عارفكم اللي باغي نسويت سويت، غير تسناو كاع كنتسناو فيه احسن بديل توكسيدو اي سان لورون، حنا كنتسناو فيه، احنا كنراجعوا فيه ان شاء الله. من العطور الرائعه صرانا عطر نسائي، النساء حمديات، زهره نيرولي، عطر ساهل صراحه نسائي رائع. والله الا هاد الفيديو هذا كيما قلت لكم ما كنبغيش نحلف، كننزلو في واحد الوقت اللي الله المستعان. بالنسبه رانا من الاصداف 140 درهم، رانا 140 درهم، ثمن جد مناسب. شونج دو كانال، شونج دو كانال اوفريش، البديل ديال شاني شونس اوفريش، حتى هي من العطور النسائيه الرائعه.
وفريش معروفة الرائحة ديالها النسائية الرائعة صراحة. فراغرونس وورز تبدعوا، وحتى كنشكروا حتى التجار ديالنا اللي كيدخلوا لنا السلعة حتى هما على هاد عطر رائع صراحة نسائي مقبول تقريبا. نقدر نقول لكم 90% ديال النساء يعجبهم شهاد العطر، حمضي أزهار مسك، عطر رائع جدا. الثمن ديالو 130 درهم، شونج دو كانال الثمن ديالو 130 درهم، الثمن حتى هو فيه جد مناسب. وغنمشيو للرائعة حتى هي اوبتيميستيك هير، الكلون ديال بيربيري هير اللي كنتو كتسناو فيه، حتى هو متوفر حاليا، باكاجينغ رائع. اوبتيميستيك راه كاينه الكحله ديالها ديال البديله ديال الدوار اللي كتنزل فيكم في هاد الايام. عطر نسائي فخم، والثمن ديالو حاليا اوبتيميستيك. سمحوا لي راه كنزرب بغيت نبقى، ولكن كما قلت لكم شي ناس اصلا كيتسناو فيا دابا هنا برا وانا غير مهبط الكراج. اوبتيميستيك من العطور النسائيه كما قلت لكم الرائعه الفخمه. الثمن ديال اوبتيميستيك حاليا الثمن في قصر الفخامه جد مناسب 160 درهم. اوبتيميستيك في قصر الفخامه 160 درهم. ومرحبا بالجميع. دارك دور انتونس البديل الرائع ديور اون انتنس حتى هو موجود، الثمن ديالو 130 درهم. دارك دور انتونس الثمن ديالو 130 درهم، من العطور الفخمه الرائعه لعشاق الايرس محبي الايرس وانا واحد منهم. عندنا عطر بشاره، عطر بشاره من ارض الزعفران حتى هو من الجديد، غير في هذه الفتحه اللي غياخذوا في هذه الفتحه ديال عندهم شويه فيها اشكال في هذه الفتحه ديال الغلاف ديالهم ديال الباكاجينغ ديال الكرتونه. بشاره كيجي في هذا الشكل هذا، الكاب كيوحي لك انه من البدائل ديال توم فورد. نعم هو عطر قريب بزاف بزاف فابيلو انتنس، فابيلو انتنس من الهمبرا او لا فابيلو ديال توم فورد. المهم هذا من البدائل الرائعه، كاين واحد الفرق بسيط بينه وبين فابيلو انتنس من الهمبرا. عطر رائع عجبني بزاف، والثمن ديالو بشاره حاليا في قصر الفخامه 150 درهم. بشاره 150 درهم، الثمن حتى هو جد مناسب. وغنمشيو للرائعه انيغما، وسمعوا واحد الكلمه غادي نقولها لكم دابا اخواني واخواتي. بالنسبه للخمره راه قلتها وعاودت قلتها، خمره ماشي بديله ديال انجل شير، ها هي البديله داروها لينا انيغما. خمره عطر رائع يفكرك في انجل شير، يفكرك فيها، كيتلاقاو بحال هكا في القرفه فاني في التمار. ولكن انيغما فهي انجل شير، انيغما انجل شير تقريبا 90-95%. انيغما من العطور حتى هي الرائعه، والثمن ديال عطر انيغما حاليا حتى هي فراغرونس وورد من العطور الرائعه، كتجي في هذا الشكل هذا الفخم. فراغرونس وورد فاباري، هذا الفرع ديال فاباري من فراغرونس وورد، بحال الشكل ديال الهمبرا مع فراغرون مع لطافه مع الزعفران، كيديروا بحال هذا الشير. والثمن في قصر الفخامه كما قلت لكم الثمن جد 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 مناسب. انيغما حاليا في قصر الفخامه 240 درهم، 240 درهم. انيغما 240 درهم. وغادي نمشيو الروائع ايضا فرونشيك او لا فرونسيك، فيهم انواع 107 وكاينه فرونسيك 63، 107.9 وفرونسيك 63.5. عطر رائع فرونسيك من العطور الرائعة، باكاجينغ رائع ديالو كما قلت لكم. والعطور إلا شتوني كاينين شحال هادو ما حطيتهمش عرفوا أنهم ما عجبونيش، حيت كاين عطور يستحقوا، ماشي حنا أي حاجة في الجديد صافي راه غير الجديد الجديد، لا الجديد فيه وفيه، حنا كنراجعوا العطور نعطيهم وقتهم وديك الساعة باش كنحكموا عليهم. عطر صراحة رائع، أنا كي
عجبني هذا العطر هذا، هو البادية ديال عطر كما قلت لكم هذا هذا التقليد جابوا لنا بعض بعض العطور اللي اول مره غنشوفوا البدائل ديالهم ولا اول مره غنسمعوا بهم. بعض الناس اول مره غيسمعوا هذه الشركه هذه الشركه او لا هذه الدار ديال بي دي كي روج سموكينغ، من الدار ديال بي دي كي عطر روج سموكينغ، عطر فيه بيرغاموت، فيه حب الملوك، واحد اللمسه خجوله ما واضحاش ديال حب الملوك او الكرز والفانيليا وزهره البرتقال مع مسك ابيض وتونكا واضحه في هذا العطر هذا. صراحه من العطور الرائعه، فرنسي من العطور الرائعه، والثمن ديالو حاليا 200 درهم، الثمن ديالو حاليا 200 درهم، ثمن جد مناسب في قصر الفخامه. والاخ ديالو فرنسي 63 من البدائل الرائعه ديال غريز شارنيل، حتى هي من البي دي كي. سمحوا لي على الصداع، راه نسيت بغيت نقول لكم صداع انا في السوق حيت هذه الوقيته اللي كنصور فيها ما كاينش شي وقت اخر. هذا العطر هذا العشاق الايرس، كاين هذا وكاين محبين الايرس وانا منهم، عطر رائع جدا من العطور الفخمه، ايرس تونكا هيل، واحد النوطه كتعجبني هي ديال التين قليله اللي كتكون كاينه بحال العطور ديال اكوا دي بارما ونجي الهند. عطر رائع والثمن ديالو حتى هو 200 درهم، ثمن جد مناسب. اثمنه كما قلت لكم في قصر الفخامه راه دائما اثمنه جد مناسبه، وجدت لكم الرائعه حتى هي في هذه الظروف، راكم عارفينها قليله مقطوعه اصلا باقا ما كايناش ما دخلاتش، وحاولت نوفرها لكم. بزاف ديال الاخوه والاخوات قال لي غير جيب لينا خمره، راه جبتها لكم خمره تزادت فيها 20 درهم على الثمن ديالي، حاليا 270 درهم، ولكن راه جبتها كما كنقولوا من فم السباع، حاليا في هذا الوقت هذه خمره راه ما كايناش، 270 درهم كتبقى ثمن جد مناسب مقارنه مع المهم مقارنه عطر مونغ غاسيوس، البديل الرائع ديال مونغ غيغلا انتونس، عطر نسائي رائع، النساء توجدت لكم. رائع صراحة رائع، عطر يستحق ماندارين واضح في العطر، ماندارين مع الخزامة ايضا، ايرس مع الباتشولي وياسمين في الاخير كيعطينا هذا الرائع هذا غراسيوس من فراغرونس وورد، والثمن ديالو حاليا 130 درهم، الثمن ديال غراسيوس 130 درهم، ثمن جد مناسب. الروائع هادو راه كانوا سالاو ليا وعاود جبتهم، سكيبتر مالاشيت وامازونيت حاليا كانوا 180، حاليا 200 درهم، حاليا 200 درهم بحالهم بحال الاخوه ديالهم ديال الله جاو جداد اوسيانا وبرونزيت. بالنسبه لبرونزيت فهو بولغاري تايجر، برونزيت فهو بولغاري تايجر، بولغاري تايجر راه عندنا بدائل اخرين ديالو وكل واحد كيتميز. عطر صراحه رائع، الثمن ديالو 200 درهم، واوسيانا من العطور الرائعة من البدائل ديال بلغاري جيان. عطر رائع، عطر غامر بحال هذا صراحة، هذا بهرني هذا امازونيش في الاول، كيعطيك واحد الحروره ديال جلد او مسك اسود من بعد كتزول وكيولي عطر نيش فخم صراحه، نوطات نيش في هذه العطور هذه. وسيانا نختصر لكم العشاق الباتشولي، الباتشولي رائع في هذا العطر هذا مع الياسمين من العطور الرائعه، الثمن ديالو حتى هو 200 درهم، ثمن جد مناسب. عندنا عطر الغزال، الغزال من العطور الرائعه حتى هو حاليا متوفر، البديل الرائع الفاني اكسكلوزيف باي مانسير، فاني اكسكلوزيف حتى هو نعطيكم الخلاصه ديالو
المحبين الفاني استمتعوا بهذا العطر. هذا عطر فانيلي رائع جدا، عطر غزال، والثمن ديالو حاليا 150 درهم، ثمن 150 درهم. عطر عجايب الغامض، هو البديل الرائع البلاك فونتوم. عطر اخواني عطور النيش راكم شرحت لكم، عشاق القهوة الشوكولا اناناس، عطر رائع، عطر عجايب، والثمن ديالو حتى هو 150 درهم. وعندنا الرائعة هذه هي اللي خليتها معايا البارح بالليل، دارك اسود من العطور الرائعة، البديل الرائع الجيغلا بوا داغميني، عود ارمينيا جيغلا، عطر فخم صراحة، عطر فخم. الزجاجة صراحة عجبتني القنينة لأنها كتبان فخمة، سامبل تقريبا، عطر رائع بوا داغميني. المحبين الايرس غتستمتعوا بهذا العطر، هذا ايرس بخور باتشولي مع شوية ديال الجاوي او اللبان، عطر خريفي شتوي رائع صراحة، عطر خريفي شتوي رائع. وبقات لينا عطر حياتي الرائع ايضا، عطر حياتي حياتي، عطر نسائي رائع، برغموت ازهار، حياتي من لطافة فلورنس، حياتي فلورنس، عطر نسائي رائع، يفكرك بشانيل، يفكرك من العطور الرائعة، عطر حياتي، والثمن ديالو حتى هو حاليا 150 درهم. إخواني وأخواتي بغيت نبقى معكم مازال، ولكن ما كاينش الوقت لهذا، باقي إن شاء الله عطور رائعة غادي نشاركها معكم. هذوك اللي كتسولوا عليهم راه كاينين، غير باقيين تحت المراجعة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.